السلام عليكم. أم هاشم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا ست صباح، طبينا عليكي كده من غير أحم ولا دستور. لا بدك ومطرحك يا ست سميحة، اتفضل. يا أهلا وسهلا. حلي مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. ما تخافيش يا أم هاشم. تعالي يا أم هاشم. يا أهلا وسهلا، اتفضلي. يا خطوة عزيزة. متشكرة يا حبيبتي. أنا جبتلك شوية الحاجات دي من الحجاز ليكي وللعيال. تسلم ايدك اللي شالت لحد هين. خلاص هخش اقول لهم بابا احمد وست سميحه جابوا لكم الحاجات دي. بقول لك ايه، احمد ما يعرفش ان انا جيت لك ولا ان انا جايبه لك الحاجات دي كده. طيب هاخد بقى ام هاشم وتخش لاخواتها وتوريهم الحاجات دي. يا خطوة عزيزة اتفضلي. هي ام هاشم فين؟ جوه مع اخواتها. ما تخافيش يا ست سميح. طب هاتيها بقى عشان نمشي. لا تمشي تروحي فين؟ انت جايه في ايه وماشيه في ايه؟ احنا ستات ونفهم بعض كويس. تقصدي ايه يعني يا ست صباح؟ يعني عايزه تفهميني تخل المشوار ده كله عشان تجيبي لي شويه الحاجات دي. عندك حق، انا بصراحه جايه لك عشان نشوف حل مع بعض الموضوع الدكتور ده. بقول لك ايه، طلاق انا ما بطلقش. انا زيك بالظبط، بل بالعكس، ده انا اكتر منك ببين. انت فهمتيني غلط يا ست صباح، انا قصدي ان احنا الاتنين نشوف حل مع بعض. انا خلاص تعبت وما بقتش قادره عليه. انا ببقى قاعده مع نفسي واقعد ارص وارتب في الكلام اللي هقوله له، واول ما اشوفه اعديكي على اللي بيحصل الكلام كله بيروح مني وانساه، وبعد ما يمشي وفوق ببقى عايزه ادي نفسي 100 صرمه قديم. انا تعبت يا صباح، ده انا بالليل لما احط دماغي على المخده بحس اني نايمه على الجمر، وعيني تفضل مفنجله طول الليل ودماغي تودي وتجيب. يا ترى هو فين ومع مين؟ يبقى خلاص احنا لازم نضلل على نفسنا وعلى عيالنا. الراجل ده لازم يتهد. يتهد ازاي يعني؟ يتهد يعني لما يروح لواحدة تانية يبقى زيه زيها كده، تقوم تديله بالشبشب وما يهوبش ناحيتها تاني. برضو مش فاهمة قصدك. أنا فهمك، انت مش ابوكي عطار؟ ايوه. خلاص يبقى تهت والإناء. استنى نمرتك يا عسكري. يا سبحان الله سبحان الله. بورورم 52 مرة اتفرج على الفيلم ده وما زقش منه ابدا. سبحانك يا ربي. لا في ايه يا سميع؟ ولا حاجة. انا اسفة، انا هقوم دلوقتي حالا اعمل لك. اقعدي هنا. ايه ده؟ انتي عارف غلاوتك عندي يا سي احمد؟ ها وبعدين؟ وعارف كمان ان انا عمره ما خطر على بالي احرمك من ابتسامتي في وشك كل يوم الصبح، ولا من سؤالي ولهفتي عليك، ولا اني اكذب عليك. لازمته ايه كل الكلام ده؟ لازمته اني كذبت عليك، وانا والله العظيم عمري ما كذبت في حياتي. قوم لما اكذب اكذب على عز الناس عندي. انا مش عايز كل المقدمات دي. كذبت عليا في ايه؟ انا رحت لصباح زرتها في بيتها. وبعدين؟ اتفقتوا عليا؟ ايوه
بس أنا ما قدرتش أضرك والله. الكوباية دي كان فيها إيه؟ انتعي! زيت كافور. سامحني يا أحمد، وحياتي عندك. أنا والله الغيرة كانت هتجنني، أنا كنت واحدة تانية وأنا بعمل كده. واحدة تانية. آخر حد كنت أتصور إنه يجي لي الغدر من ناحيته أنت يا سميحة. طب أبوس إيدك سامحني. أنا مش هعمل كده تاني خالص. حياة أم هاشم. سامحني. سامحني. باكل اهو. مش باين. ماك مفيش. بس يعني ايه؟ قولي، هو مين اللي قالك على الحاجات دي كلها؟ مش مهم يا صباح مين اللي قال، بس المهم اني مش انت اللي قلتيني. ماني قلتلك على كل حاجة اهو. بس بعد ما سألتك يا صباح مش لوحدك، ما جيتيش كده من نفسك وقلتيلي، وانا مش فاضي ادور على كل واحد، وبرضه ما احبش الناس تدور ورايا. انت عارفه ده معناه ايه يا صباح؟ معناه ان ظهري بقى مكشوف وعريان، وانا اللي يكشف لي ظهري ويعريه ملوش مكان في حياتي. يعني ايه يا سحر؟ يعني اللي ليكي عندي واللي ليه عندك هما البنتين صفا ومروه. واني انت طالع يا صباح. يا اهلا باحلى مذيعه في التلفزيون، شرفتينا ونورتينا. اهلا بيك يا حاج، ده بس من ذوقك والله. الله يخليك، اتفضلي. في الحقيقه انا كلمت عبد السلام بيه وقلت له لو الاستاذه هاله درويش مش هي اللي هتقدم الفوازير بلاها فوازير في رمضان السنه دي. يا نهار ابيض يا حاج، ده شرف ليا اني اقدم لك الفوازير. ده كفايه عليا اني هعمل معاك اللقاءات كمان. الله 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 الله، الواحد هيدخل التاريخ من احلى واجمل ابوابه. وانا حاسس ان الجايزه الحقيقيه للي هيفوز انه هيقف جنبك على الشاشه. لا انت قصدك بقى انه هيقف معانا احنا الاثنين مش معانا لوحدي. يا ست هانم، واحنا نروح فين فيكي بس؟ لا شفت الكلام خدني انا. اشربي ايه؟ ليمون. يا دي النور يا دي الهنا. يا اهلا وسهلا. ايه يا حاج احمد؟ ازيك يا حاج محمد؟ اهلا وسهلا. اسمحي لي انا اسلم تاني. هو ما بيسلمش. سامحيني. اتفضلي يا فندم. مفيش مشكله. اتفضل. حاج احمد، احب ابشرك ان احنا خلصنا حوالي 20 حلقه. الله 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 الله، برافو برافو. طيب انا هستأذن انا بقى اسيبكم تكملوا شغل. ماشي يا محمد، اتفضل. بعد اذنك. بعد اذنك. اتفضل يا حبيبي. ايه الاخبار الجميله دي؟ الحمد لله. بص انا عاوز اقول لك ان احنا كده خرجنا من الصور الصغيره ووصلنا للصور الكبيره زي البقره وآل عمران، وهي فرصه الناس تقرا الصوره كلها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. والله انا متهيألي اني هخليهم يطبعوا عدد اكتر من المصاحف. متهيألي كده الناس هتدور وهتعوز مصاحف كتير عشان الفوازير. يعني بس ما اظنش ان في بيت في مصر ما فيهوش مصحف يا حاج احمد. لا بس انا برضو متهيألي ان احنا لازم نزود الاعداد شويه. يعني بصي مثلا الناس هتفضل تدور، هيتسابقوا بقى مين يلاقي ده الاول مين ده الاخر. حتى لو عيله مكونه من اربعه قولي عندهم مصحف يبقوا عايزين ثلاثه. بس انا اعتقد ان مش كل البيوت فيها تلفزيونات، وده معناه ان في ناس مش هتعرف اي حاجه عن الفزوره، ده غير ان في ناس لا بتعرف تقرا ولا تكتب، وبكده حسبتك بقى مش مظبوطه. لا بس انا برضه عايزين نطبع مصاحف برضه زياده، ده لازم. ما يمنعش يا حاج. في الحقيقه كمان ما يمنعش انك ذكيه جدا وحاضره جدا ودماغك جاهزه لاي حاجه. جوه دماغك راديو. بسم الله ما شاء الله. كل ما اقول حاجه تبطلي المغزى. يعني ده مدح ولا ذم؟ ولا قصدك ان انا رغايه يا حاج؟ يتقطع لساني. لا رغاخس عليك. لا العفو. امال تقصد ايه؟ اقصد ان انا عايز اتجوزك. ايه؟ تتجوزني؟ نفسي اتجوزك بس خايف ترفضي. جميله؟ والله كويس انك لسه فاكر اسمي، ويا ريت تبقى فاكر كمان ان جميله دي لسه مراتك مش كلبه ارميها في البيت. بس 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 في ايه؟ صوتك عالي ليه؟ استني يا هاله. عايزه طب هاله ايه وزفت ايه؟ كلمني انا زي ما بكلمك. بقالك اكتر من ست شهور ما عبرتنيش. انت ايه يا اخي؟ مش بني ادم؟ خلاص قلتلك ما تعلي صوتك. اتفضلي ارتاحي. اعمل ايه يعني؟ انا مش فاضي حتى عشان اهرش.
يعني ما بتاكلش؟ ما بتنامش؟ ما بتدخلش الحمام؟ انت ايه يا اخي، جبله؟ مش هين عليك حتى ترفع سماعه التليفون وتسال على الحماره اللي متجوزها ورميها في البيت؟ والله ما فاضي، والله العظيم ما فاضي، مش فاضي حتى ابص ورايا. سامحيني معلش، ان انا عايز اليوم يبقى 48 ساعه. بقول لك ايه يا احمد، طلقني واكتب لي شيك بالمؤخر بتاعي 250,000 جنيه. انا ما بطلقش وما بكتبش شيكات، وارفعي عليا قضيه. لا انا ما برفعش قواضي، انا بس هجرسك. وطبعا الناس اللي نفسهم يجيبوا دغك كتير قوي، والصحافه طبعا ما هتصدق تكتب عن الحاج التقي الملياردير اللي هاجر مراته. يا مجنونه يا مجنونه، عايزانا نخسر بعض في لحظه غضب ليه؟ احنا لسه هنخسر بعض يا احمد. كم مره اتصلت بيك وما ردتش عليا؟ كم مره بعت لك وما سالتش فيا؟ عايزني على ذمتك ليه؟ عايز تذلني ولا عايزني حرمه تتوى فيها لما نسوانك يرموك؟ طلقني يا احمد، طلقني دلوقتي حالا. حاضر، اطلقك. والشيك قبل الطلاق. تمام، عايزه حاجه تاني؟ لا مش عايزه، بس هتيجي معايا دلوقتي عشان تاخد حاجتك بدل ما ارميهم لك في الشارع. خلاص عيبها. وعشان ابقى خلصت ضميري منك لازم اقول لك ان البنوك كلها قايمه عليك وبينخربوا وراك. نخربوا ازاي؟ لا ازاي، دي بقى فيها شيك كمان ب 250,000 جنيه، رغم ان اللي هقوله لك يسوى اكتر من كده بكتير، وانت عارفني مش بتاعه فلوس. طبعا طبعا طبعا. تمام حاضر، اتفقنا. اتفضلي اشربي ليمون. ها ليمون كويس؟ ليمون. اتفضلي يا هالة. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا بنور. يا ربي بدخل المحل كل يوم، بس النهارده بيبرق قوي المحل. بص بقى يا ستي، انا رحت لمراتاتي كلهم ولميت الذهب اللي عندهم، لقيته كيلو ذهب، وبما انك انت بمراتاتي كلهم هجيب لك كيلو ذهب. كيلو؟ اتفضل نقي بقى غير ده كل اللي انت عايزاه. انا لسه ما وافقتش. مش مهم خالص موافقتك دلوقتي، طلباتك ايه؟ هتسكني فين؟ هسكنك في فيلا في مصر الجديده ولوحدك. كيلو؟ كيلو كيلو ذهب. طب المؤخر انت عايزه كام؟ مليون جنيه بس. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. يا حبيبي، هات لي بطاقتك وحصلني على المكتب لو سمحت. تحت امرك يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. يد النور يد الهنا. اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. معلش سامحني يا عم الشيخ، تاخرت عليكم. تأخرت ولا جيت بدري؟ المهم نقضي المصلحة ومبارك. يا سيدي بسم الله ما شاء الله، إن شاء الله تقضي المصلحة وهتبارك. أدي المصلحة وعريس وعروسة واتنين شهود. بقول لك إيه، تعالى بعد إذنك يا عروسة. اتفضل. قلت للمأذون على موضوع التاريخ؟ طبعًا، أمال أنا قاعد بديله الرضع من الصبح عشان ينام. المهم أنا اللي عايز أسألك سؤال مهم. إيه اسأل. أنت على ذمتك كام واحدة دلوقتي؟ بعدين بقى أنت هتربكني ليه؟ أنا طلقت أمل وجميلة. دول خدوا كارت أحمر، يعني دي ممكن تلجي. مسابقة فوازير الريان، جاوب على السؤال واكسب 1,000 جنيه يوميا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اذكر رقم الآية واسم السورة. اشترك واتصل على رقم تليفون 80-80-40 أو 50. تسلم الجائزة يوميا للفائز في مقر شركة الريان بالهرم. لو سمحت يا أستاذة هالة. أيوة تفضل حاج حبش. لو أنتم جاهزين الحاج ممكن ينزل. إحنا دقيقتين بالكتير وخلاص هنكون زبطنا الإضاءة والفائز كمان وصل. الله يبارك لك، أنت عاملة حاجة زي الفل. الله يخليك يا رب. تسلمي. السلام عليكم. عليكم يا السلام. يا أهلا يا أهلا. الله وبركاته.
اهلا بيك يا حاج. اتفضل. على فكره احنا جاهزين والفايز كمان موجود معانا، يا دوب هنبدا حاجه ان شاء الله. ستاند باي. الفايز فين؟ انا يا فندم. اتفضل. اهلا 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 اهلا. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. 4 3 2 1. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في فوازير الريان الرمضانيه. والنهارده طبعا زي العاده هيكون معانا الحاج احمد الريان عشان يسلم لكم الجوائز بنفسه. مصباح علاء الدين النهارده بقى شركه الريان. يا حاج احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، بارك الله فيكم. واكيد كمان بنتعرف النهارده بالفايز بجائزه الريان الرمضانيه. نتعرف بحضرتك والف مبروك. مجدي طلعت يا فندم. الف مبروك يا استاذ مجدي، كسبت مع فوازير الريان الرمضانيه جائزه 1000 جنيه. الف مبروك. لو سمحت. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. الله مبروك. يبارك فيك. ربنا قدرك على الصيام بفضل الله تعالى. لا انا فاطر. مريض حضرتك الف سلامه. انا مسيحي. اللهم صل على النبي. ده رمضان. أهو ده رمضان الذي يجمع في طياته كل من المسلم والمسيحي في كل بقاع الأرض، سبحان الله. والجائزة من النهاردة إن شاء الله بأمر الله تعالى بدل ما هي 1000 جنيه هتبقى 2000 جنيه، علشان نرد على كل الألسنة اللي بتلت وتعجل في مسألة المسلم والمسيحي. أقسم بالله العظيم أن ما حدث الآن حدث صدفة ليس بترتيب مسبق، وأتمنى أتمنى ألا يتصور أحد أننا قد رتبنا أي شيء، لكن نقول إيه؟ هذا هو النسيج المصري الواحد الذي يجمعنا مهما تفرقت بنا الأماكن. تفضل.